السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنعيد تدوير حاجة حلوة قوي، وهنعمل حاجة مفيدة من اللندا. لو عندنا لندا زي دي خلاص هنرميها، يعني هي اتحرقت او باظت وخلاص بقى هترميها في الزبالة. هنشوف هنعمل منها شكل جميل قوي هيعجبكم بإذن الله. وهحتاج اجيب من ازازة او زجاجة بلاستيك، هقطع منها كده قطعتين بالطول رفيعين زي كده بالمقص. القطعة الأولى هخليها زي اليد من هنا كده، طبعا هلزقهم بمسدس الشمع، والقطعة التانية هلزقها برضو هنا بمسدس الشمع. رجعت لكم كده يا حبايبي مرة تانية بعد ما لزقتهم، وكمان عملت لها قاعدة كده، حطيت حتة شمع من تحت عشان تبقى في قاعدة لها كده. لزقت اهو طبعا كده بالمسدس، عملت كده يد وهنا شكل الإبريق. دلوقتي بقى اخدها بره عشان ادهنها. كده انا طلعت بره طبعا بعيد في الهوا، فردت هنا ورقة او ممكن تفردي ورق جورنال. وعندي طبعا هنا الاسبراي اللي هم هنستخدمه استخدامات تانية. بسم الله ونرشها واسيبها بقى تنشف. وده كده شكلها بعد ما نشفت، شايفين؟ رأيكم جميلة جدا؟ بالله عليكم جميلة ولا لا؟ انا عن نفسي عجباني وفكرة جميلة قوي. وهنا طبعا ثبتها هنا على قاعدة كرتون. وانتي لو عندك فنجان مثلا مكسور ممكن تدهنيه نفس، لو ايده مكسوره طبعا، بس انا مش هكسر فنجان عشان التصوير. ممكن او ان انت تدهنيه نفس اللون وتلزقيه كده، تبقى يبقى زي يعني ايه فناجيل وابريق. دي غطا، اي غطيه مثلا تدهنيها وتحطيها تبقى زي شكل ديكور كده، ابريق مع الفناجيل. وممكن تحطيه لوحده كده في النيش او تحطيه كده على البوفيه. بجد شكله جميل قوي، مستنيه تعليقاتكم. عملنا حاجه جميله قوي من حاجه كنا هنرميها. ان شاء الله باذن الله معايا مش هنرمي اي حاجه، وهنعيد تدورها لحاجات جميله قوي. بحبكم في الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.